مشاهدينا، إنها مصر في أسبوع وأهم أحداث الأسبوع الماضي. بالطبع مازال المشهد في قطاع غزة هو المسيطر علينا جميعا وفي كل أنحاء العالم، وخاصة طبعا في العالم العربي والإسلامي، ودلوقتي كمان في الشارع الأوروبي وفي كل أنحاء العالم، وخروج التظاهرات لوقف إطلاق النار بتطالب كلها حكومتها. الشعوب دلوقتي بتطالب بالفعل كلها حكومتها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. بنتكلم عن زيادة الحصار واستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهداف الأطقم الطبية وفرق الإسعاف، وحصار مجمع الشفاء الطبي لدواعي احتلال الإسرائيلي بأن قوات حماس تختبئ في مخابئ وفي أنفاق أسفل المجمع الشفاء. ويوم الأربعاء اللي فات الحقيقة كان في بيان من الجيش الإسرائيلي بأنه خرج من المستشفى أو من مجمع الشفاء وهيكتفي فقط بحصاره من الخارج. وبالطبع استغلال الوقود واستخدام الوقود في هذا التوقيت كسلاح لقوات الاحتلال لمحاربة المرضى ومحاربة الشعب الفلسطيني الأعزل، المدني الأعزل، وبالطبع الموقف الإنساني المتردي والذي يزداد سوءا كل يوم، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار. هنتكلم عن المشهد أكيد بالتفصيل في حلقتنا. خلينا نبدأ بأهم العناوين. خلال قمة الرياض، القادة العرب يطالبون بقرار ملزم من مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة. والسيسي يبحث مع وزير القوات المسلحة الفرنسي تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد بالمنطقة. رئيس الجمهورية يوجه بتوفير إمدادات إضافية من السلع الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة. والسيسي يوجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الفيوم. ووزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية لمركز السيطرة للقوات المسلحة. أما تفاصيل الأحداث بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم مشاهدينا، وبعد الفاصل هنبدأ معاكم تفاصيل الأحداث. بداية الأسبوع كانت مع بداية القمة الإسلامية العربية، القمة العربية الطارئة اللي استضافتها المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض يوم 11/11/2023، واللي أكد فيها القادة العرب والمسلمين على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، ورفضهم كمان توصيف حرب إسرائيل الانتقامية في غزة بأنها تأتي دفاعا عن النفس، وطلبوا كمان مجلس الأمن الدولي بقرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. أخي صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي السيد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية يمر الوقت فيها ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية. وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها، يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف.
وفي مشاركة فاعلة من الجانب المصري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة بالعاصمة السعودية الرياض. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، أكد على الثوابت المصرية في هذه القضية وبلا قيد أو شرط. وأكد أيضا الرئيس في كلمته أمام القمة ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى، وينبغي وقفها على الفور. إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء. أولاً، الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط. ثانياً، وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم. ثالثاً، اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني. رابعاً، ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. خامساً، التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. سادساً، إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي. السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وإنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها. وأخيرا، أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره، أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فورا، ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء. فليتحد العالم كله حكومات وشعوبا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية. مطالب مصر الحقيقة واضحة، وبيعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية: الوقف الفوري بلا قيد أو شرط لإطلاق النار، وأهمية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ووصول حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد أيضا موقف مصر الداعي لضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة وأهمية التوصل لوقف إطلاق النار، وده كان خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير القوات المسلحة الفرنسي. وطبعا من خلال اللقاء استعرض معه كل الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة من مصر نحو التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين. ويوم الأربعاء اللي فات الحقيقة أعلنت مصر أيضا موقف الحقيقة يعني أنا بشكر القيادة السياسية عليه، وهو استقبال الأطفال المرضى من قطاع غزة لمعالجتهم في مصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدا بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لا سيما على صعيد التعاون العسكري. وقد نقل السيد الرئيس تحياتي للرئيس الفرنسي، وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنيب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة. واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة مستمرة فيما يخص توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وده في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على كل المستويات وكل الأصعدة. وده كان خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي للاطلاع على جهود الحكومة لتوافر السلع وضمان عدم تأثر توفرها بالأزمات الدولية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعقبة ووجود رصيد مطمئن منها. كما تناول الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامع لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري، كما وجه سيادته بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. رئيس الجمهورية وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة، وده من خلال طبعا استحداث آليات جديدة للتمويل. وده أيضا كان ذكره وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل دولي وأكثر من مناسبة، منها الوثيقة الجديدة للتمويل اللي كانت في باريس منذ عدة أشهر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعالية وكفاءة لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة، لا سيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية وأشار إلى أن القارة عندها قدرات اقتصادية مهولة وموارد طبيعية وبشرية ضخمة جدا في كل المجالات، وده طبعا كان خلال افتتاح انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية اللي تم افتتاحه يوم الاثنين اللي فات يعني يوم 13/11 وعلى مدار 3 أيام لمناقشة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وإزاي ممكن تسهل كل مرور التجارة بشكل يسير بين كل الدول الأفريقية بدون حواجز وأسوة بالاتحاد الأوروبي وبشكل سلس جدا بين دول القارة وإمداد القارة بما تحتاجه طبعا من مساعدات ودعم لوجستي في بنية تحتية وما إلى ذلك. عامرة بالخيرات، مليئة بالثروات وغنية بمواردها البشرية، القارة الإفريقية بها الكثير من العناصر تؤهلها لتنطلق إلى أفاق التنمية الرحبة بما يعود بالخير على أبنائها ويحسن من مستوى معيشتهم. وفي محاولة لتعظيم الاستفادة مما تحويه القارة الذهبية من موارد وثروات، يأتي تنظيم معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية الذي افتتحت نسخته الثالثة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ليكون فرصة لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التجارة والاستثمار. مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. بنتكلم على قدرات اقتصادية هائلة، بنتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا سواء في كل المجالات، لو اتكلمنا في الزراعة، لو اتكلمنا في التعدين، كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا، وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع. وكعادتها فإن مصر دائما ما تساعد وتدعم وتقدم كل أوجه العون الممكنة لجهود تنمية القارة الإفريقية وتحقيق التكامل بين شعوبها. مصر دايما بتحاول ان هي تقوم بدور ايجابي فيما ينفع الناس، مش حاجه تانية، لان احنا في افريقيا زي ما انتم شايفين القدرات موجوده والامكانيات موجوده، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الامر. وبالتالي احنا في مصر دايما حريصين على احنا نقوم بالبناء والتنميه والتعمير والتعاون في هذه المجالات. المعرض ومن خلال مبادراته المتعددة يتيح المجال لإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاد ب55 دولة وتشكيل سوق إفريقية موحدة قوامها 1.3 مليار نسمة. دعونا نتفق أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمي من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة. المؤتمر الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار الربط بين الأسواق الإفريقية
تم خلال فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين حضوره من الجهات والمؤسسات لبناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار والمنافسة والملكية الفكرية. إن عقد وإبرام الكثير من الاتفاقيات هو أيضا أمر مذهل ورائع. اليوم شعارنا هو أننا نربط الأسواق الإفريقية، وسوف ننتقل من ربط الأسواق الإفريقية إلى جعل الأسواق الإفريقية سوقا واحدا ضخما مقداره 1.3 مليار نسمة. في معرض التجارة دائما ما نتوقع أن يتم إبرام عقود جديدة وأن يكون هناك اتفاق على مشاريع جديدة، وذلك من خلال أيضا العارضين الذين يقدمون منتجاتهم ويقوم زوار المعرض بزيارتهم. وفي المؤتمر تم إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء كنافذة لتعزيز مساهمات الشركات الإفريقية في البنية التحتية ومشاركات القطاع الخاص في جهود التنمية. تعمل المنصة على الآتي: أولاً، معالجة فجوة التمويل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية. ثانياً، سد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. ثالثاً، معالجة فجوة المهارات عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة. وعقب المؤتمر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور معرض التجارة البينية الإفريقية الذي يعد فرصة للمشاركين فيه من الهيئات والشركات والأفراد لعرض البضائع والخدمات والفرص الاستثمارية. معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية وغيره من الفعاليات الهادفة لتعزيز الروابط البينية بين أبناء القارة السمراء يعمل على الاستفادة من الثروات والموارد والقوى البشرية ليتحول المستحيل إلى الممكن، وللحاق بركب تنمية تخلفت عنه القارة لعقود، وليتحقق على أرض دولها ازدهار يعود بالخير على الشعوب. رئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أشاد ورئيس زيمبابوي بالتطور المستمر في علاقات التعاون بين البلدين، وأكد الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات لآفاق أرحب، وطبعا بالأخص في مجالات التعاون التنموي، وده كان بعد انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وزي ما قلنا اللي تم افتتاحه يوم الاثنين اللي فات في القاهرة، وكان هذا اللقاء أيضا مع رئيس زيمبابوي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إميرسون مانينغاغوا رئيس زيمبابوي الذي يقوم بزيارة لمصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصا تنموية مشتركة. وقد أشاد رئيس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار. أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الإفريقية لضمان مرونة اقتصاديات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الإفريقية،
بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة. متابعة المشروعات الحقيقة بتسير دايما بشكل منتظم ودايما بيحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن في هذا التوقيت طبعا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في غرفة المتابعة وغرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتكثيف كل جهوده وجهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار، فإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بينوب عنه رئيس دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في متابعة المشروعات، وقام بجولة مهمة جدا الأسبوع اللي فات في محافظة الفيوم، وأكد اهتمام مصر من خلالها بالحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، وده طبعا لدورها الحيوي الكبير جدا في دفع عجلة التنمية ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وطبعا ازاي بتخلق فرص عمل مهمة جدا، ومنها ومن أهمها تمكين المرأة، وده طبعا من خلال جولته في محافظة الفيوم، وبتكون لدعم تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الأسبوع اللي فات أيضا شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي شاهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي والتخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة، واللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات وبحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الارتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسؤوليات في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل، مشيرا إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكدا أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفني والإداري أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.
خلصت حلقتنا مشاهدينا، لكن بتستمر للشهر الثاني الحرب البشعة اللي بتقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بنتمنى الأسبوع الجاي في حلقتنا الجديدة تكون انتهت الحرب وتم وقف إطلاق النار بشكل نهائي بلا قيد أو شرط، وأوضاع إنسانية أفضل لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. كل الشكر لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. ابقوا دائما أصحاء وابقوا دائما معنا. أنيل دائما الأقرب إلي. تحياتي.